السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم في فيديو جديد هنتعرف فيه على طريقه الحصول على العربيه لذوي الاحتياجات الخاصه باختصار هندخل في الموضوع على طول قانون حمايه المعاقين الصادر سنه 2018 غير بشكل جذري اشتراطات الحصول على عربيه مجهزه طبيا فكره حصول ذوي القدرات الخاصه على عربيه مجهزه قبل سبع سنين وفقا للقانون القديم كانت مليانه تعقيدات وثغرات القانون كان بيمنح المتقدم الحصول على العربية خصم جمركي بحد أقصى 20 ألف جنيه وكمان ذوي الإعاقة الحركية فقط هم اللي كانوا يقدروا يحصلوا على عربية سابقة التجهيز بتطبيق القانون الجديد المنظم لعملية شراء المصريين وغيرهم من ذوي الإعاقة الجسدية العربيات معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية بقى من حق أصحاب الإعاقات بمختلف صورها امتلاك عربيات معفاة جمركيا وضريبيا ولأول مرة أصبح من حق ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية الحصول على عربيه معفاه اضافه للسماح لاخرين من اقاربهم بقياده العربيه ليهم واصبح من حق الاب اللي عنده اطفال من ذوي الاعاقه امتلاك عربيه عشان يخدمهم في تحركاتهم وبتنظم المادتين 74 و75 باللائحه التنفيذيه لقانون حمايه المعاقين اللي صدر سنه 2018 عمليات شراء العربيات سابقه التجهيز الطبي اللي بتتيح لذوي الاعاقه استيراد عربيات دون تحمل اي اعباء ضريبيه او جمركيه وهوضح في الفيديو ده شروط الحصول على عربيه مجهزه وموانع التصرف فيها والحالات اللي بيتيح فيها القانون للاصحاء قيادتها من غير مخالفه القوانين والقواعد بدايه عشان تحصل على العربيه سابقه التجهيز لازم تستوفي المستندات اللي هقول عليها دلوقتي وتتقدم بيها للهيئات المختصه اللي هقولها بالتفصيل المستندات دي هي اتنين صوره شخصيه بطاقه رقم قومي تكون ساريه اصل المؤهل الدراسي بحث اجتماعي بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله وقرار فك الحظر بالنسبه للي سبق له الحصول على العربية وبالمناسبة مش كل العربيات بتيجي من أوروبا وبيركب لها تجهيزة المعاقين هنا في مصر، لكن في عربيات بتيجي جاهزة بجميع الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بقيادة المعاقين، يعني العربية تم تصنيعها أصلاً للغرض ده وبيكون سعرها أقل كتير عن العربية العادية اللي بيركب لها تجهيزة في مصر، وكمان زي ما احنا شايفين في الفيديو ده بتبقى مفيدة أكتر لأنها بتحل مشاكل الدخول والخروج من وإلى كرسي السواق، وكمان بتحل مشكلة الكرسي المتحرك اللي بيكون صعب حمله من وضعية الجلوس بعد ما صاحب العزيمة قعد على كرسي سائق السيارة أو هو بيجهز الكرسي المتحرك عشان يطلع من العربية طبعا غير ان كل زرائر التحكم في العربية موجودة في عجلة القيادة بشكل طبيعي من المصنع وما فيش اي حاجة غريبة في العربية زي مواسير او مفصلات الى اخره واكيد طبعا الاعطال بتكون اقل والتحكم في العربيه بيكون اسهل واعتقد لو حد كان من اصحاب العزيمه وعايز عربيه عشان فعلا يسوقها مش عشان يتاجر فيها او يجيبها لحد تاني هيكون النوع ده من العربيات اكثر عمليه وارخص سعرا ومفيد جدا ليه هو شخصيا ولكن طبعا في اعاده البيع بيبقى فيه مشكله. طيب نكمل كلامنا في طريقه الحصول على العربية بعد استيفاء الاوراق والاستقرار على نوع العربيه بيتقدم صاحب العزيمة للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام في اسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة وبياخد معاد الأول زي ما احنا شايفين من موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت عشان لما يروح يكون الموضوع سهل وسريع كل الحكاية أنه هيدخل معلوماته من الرقم القومي والاسم ورقم الموبايل إلى آخره وهيحجز معاد وهيبعتوا له رسالة على الموبايل بكل المعلومات والمعاد وشكراً بعد كده بيتم تحديد جلسات لمناظر طالبي الحصول على العربيات المعفاة عشان يتأكدوا من قدرتهم على القيادة أو أنهم يسندوا مهام القيادة في حالات محددة طبعا لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وده بيتم تحت إشراف لجنة بتتشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78 القانون الجديد في لائحته التنفيذية قرر إعفاء عربيات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزوده بمحرك حتى 1600 سي سي من جميع الرسوم الجمركيه والضريبيه باستثناء رسم التنميه اللي هو عاده بيبقى 1% وفي حاله زادت سعه المحرك عن 1600 سي سي بيتحمل المالك فرق الضريبه. اما ذوي الاحتياجات القُصّر يحق لهم قانونا امتلاك عربيه مجهزه طبيا وده بعد ما كان بيسمح فقط للبالغين من ذوي الاعاقه بامتلاك عربيات وبقيمه تخفيض اقصاها 20,000 جنيه. بيحظر القانون بيع العربية اللي بيحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنين وأقصاها خمس سنين وبانقضاء إحدى المدتين ممكن يبيعها ويشيل التجهيزات الطبية عنها كمان يقدر متحد الإعاقة إنه يتقدم لشراء عربية جديدة بيتيح القانون لمالك العربية المجهزة طبيا أحد خيارين لو حب إنه يتملك عربية جديدة بخلاف اللي بيملكها ويقدر كمان يبيع العربية القديمة الخيار الأول بعد مرور ثلاث سنين على منح رخصة الشراء الأولى وفي الحالة دي هيسدد المالك مبلغ 10,000 جنيه لخزينة الدولة وهيحصل بموجب السداد ده على فك حظر بيع مبكر. أما الخيار الثاني إنه يكون مر على شراء العربية خمس سنين كاملة. وفي الحالة دي بيصدر تلقائيا قرار بفك حظر البيع وبيتبعت القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك لإدارة المرور التابع ليها العربية وده في فترة زمنية أقصاها شهرين. ولو حب المالك انه يختصر المده دي ممكن يتوجه لمصلحه الجمارك ويقدم شهاده افراج جمركي او بنسميه جواب الجمرك اللي بيفيد مرور خمس سنين على اخر اعفاء جمركي العربيه وهتقوم المصلحه باعطائه شهاده بيانات فيها فك الحظر عن العربيه ويقدر الملك بموجب الشهاده دي انه يبيع العربيه للغير ويقدر كمان يتقدم للحصول على عربيه تانية لكن طبعا باجراءات جديده انتشر خلال السنين الاخيره بزنس سيارات المعاقين او انا بسميه بمعنى ادق يعني مافيا سيارات المعاقين والاتجار باوجاع الناس وبقى فيه تجار ومكاتب في بورسعيد بيكسبوا من ورا الموضوع ده ارباح ضخمه جدا بقالهم سنين وده من خلال التحايل على القانون واستغلال ميزات الدولة منحتها لذوي الاحتياجات الخاصة لرعايتهم وعشان تحقق التكافل كإعفاء سياراتهم مثلا من الجمارك والقيمة المضافة والضريبة إلى آخره واستمرت المافيا دي في الإتجار بسيارات المعاقين بقالها سنين وفي الآخر المستفيدين طبعا احنا عارفينهم هم التجار والاصحاء اللي بيستغلوا اصحاب العزيمه وبياخدوا كل الميزات اللي بتقدمها الدوله للي محتاجينها وطبعا الموضوع ده بيضيع على الدوله المليارات يعني الموضوع بقاله سنين عباره عن سبوبه للتجار وللاصحاء انما اللي معني بيهم هذه التخفيضات ما بتوصل لهمش اي حاجه لدرجه ان انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفتره اللي فاتت صفحات وجروبات واعلانات لصالات ومعارض سيارات بتعرض سيارات المعاقين للبيع باسعار مخفضه عن اللي بتتباع في سوق المستعمل، وطبعا التاجر او المكتب اللي بيبيع بياكد لك على سلامه الورق والاجراءات القانونيه وبيضمن لك حقك بتوكيلات وايصالات امانه وعقود بيع وتوكيلات من الورثه في حاله وفاه صاحب العزيمه، مش كده وبس، لا دول بقوا بيعلموا الشعب المصري ازاي يجيب عربيات معاقين ويستفيد منها، تخيل يعني صفحات فيسبوك بتعلم الناس ازاي يخلفوا القانون ويستغلوا احتياج المعاقين للفلوس، قمه الاستغلال. المهم الدوله باجهزتها الرقابيه بتحاول تعالج كل الترهل اللي حاصل ده عن طريق تصدي الشهر العقاري لثغره في منتهى الاهميه. الثغره دي كانت عامله رواج لسوق سيارات المعاقين. عمل ايه بقى الشهر العقاري؟ حظر توكيلات الإدارة للسيارات المرخصة للمعاقين طبقا للمنشور الفني رقم 13 لسنة 2021 شهر عقاري وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني لمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارة العامة بالمصلحة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، ويتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذو الإعاقة حتى ولو كان التوكيل بيقتصر على إدارة السيارة فقط، لأنه قبل كده كان تحرير التوكيلات الخاصة بإدارة السيارات بصفة عامة بتتم بدون الاطلاع على الرخصة. والكلام ده كان بيتسبب في تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75، مش كده وبس، تشددوا على الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق والإدارة العامة للمرور عشان يراعوا تنفيذ الكلام ده بكل دقة، وبيحظر القانون بيع السيارة اللي بيحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنين زي ما قلنا وأقصاها خمس سنين. وبانقضاء إحدى المدتين دي ممكن يبيعها ويشيل التجهيزات الطبية منها. كمان يقدر متحدي الإعاقة إنه يتقدم لشراء عربية جديدة والقانون المصري بيتيح لمالك العربية المجهزة طبيًا أحد خيارين لو عايز يتملك عربية جديدة بخلاف اللي يملكها وممكن يبيع العربية القديمة. الخيار الأول بعد مرور ثلاث سنين على منح رخصة الشراء الأولى وفي الحالة دي بيسدد المالك مبلغ قدره 10,000 جنيه لخزينة الدولة وبيحصل على فك حظر بيع مبكر زي ما قلنا. والثاني يكون مر على شراء العربية خمس سنين كاملة في الحاله دي بيصدر تلقائيا القرار ده اللي هو بفك الحظر وبيتبعت القرار بخطاب موجه من مصلحه الجمارك لاداره المرور التابع ليها العربيه وده في فتره زمنيه اقصاها شهرين ولو المالك عايز يختصر مده الشهرين ممكن يروح بنفسه لمصلحه الجمارك ويقدم شهاده الافراج الجمركي او جواب الجمرك اللي بيفيد بمرور الخمس سنين على اخر اعفاء جمركي للعربيه مصلحه الجمارك بتدي له شهاده البيانات بفك الحظر عن العربيه وممكن للمالك بموجب الشهاده دي انه يبيع عربيته للغير وممكن كمان يتقدم الحصول على عربية تانية لكن بإجراءات جديدة دي كانت كل المعلومات الخاصة بشراء وبيع وترخيص السيارات المجهزة طبيا ونصيحة لأي حد سليم بيفكر يجيب عربية معاقين بلاش أحسن لسببين أولهم سبب إنساني وهو عدم استغلال حاجة أصحاب العزيمة والمشاكل اللي بنشوفها من قضايا خيانة الأمانة عشان موضوع إيصالات الأمانة أو مشاكل مع الورثة بتاع توكيلات الوراثة تاني حاجه علشان العربيه ما تتصادرش من حضرتك وفلوسك تضيع عليك لان حاليا ادارات المرور وصلها القرار والعربيه اللي بيتعرف انها معاقين بتتصادر وحاليا الدوله بتحارب النوع ده من التجاره عشان توفر فلوس زي ما كلنا عارفين وفي نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده اشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركه والاشتراك بالقناه ليصلك كل جديد